مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. احنا اليوم مع هذا الشاب اللي في العمر ديالو 23 سنه، كان عايش مع الام ديالو، واخا كبر واحد الجزء من الحيز ديالو كبرها في احدى الجمعيات. الام ديالو كانت كاريابيت مطلقه من الاب، الاب توفى والام تصابت بمرض السرطان من بعد معاناه طويله مع المرض. التحقات بالرفيق الاعلى الله يرحمها. بقى هاد الولد كيف ما كتشوفوا ولد نقي، ما بيناش فيه زعما شي ولد زنقه ولا كيدير شي حوايج خايبين. فمسكين بين ليله ونهار كتخرجوا من الدار اللي كانت كاريه الام ديالو، وكيولي كيفتارش الشارع والزنقه. اليوم كيعيش في هاد الحجر مهجور، كان عباره عن كاريان لاصق في الظهر ديال لوطوروس ديال مدينه الدار البيضاء سيدي مؤمن. معاناته صعيبه، خصوصا انه كيبات في هاد البلاصه بوحديته. كنعرفوا ان الخلا والشماكري اللي كيتعرضوا ليه وكيتهجموا عليه بالليل، هو مازال صغير وماشي شي ولد اللي يقدر يقاوم ويدافع على نفسه. فاليوم غادي يحكي لنا القصه ديالو اللي بصح كتبكي، وكنتمنى من جميع المغاربه وجميع المحسنين لا سواء في المغرب ولا خارج المغرب انهم يتعاطفوا معاه ويساعدوه باش ان شاء الله يتنقذ من التشرد وهذا الدمار اللي كيعيشوا في صمت بوحديته. مرحبا بك اخويا، قولي الاسم ديالك وقرب للجمهور شحال عندك من عام. اسمي ايوب الدار، 23 سنه، بس عايش بخير من اللي كانت معايا الوالده. انا اصلا كنت كنبرك واحد الجمعيه لمده 12 عام بحال هكا، كنت بخير تما، كانوا مالين فيا صافي. حتى كيوصل واحد السن كتمشي للمدرسه الداخليه، ديك المدرسه الداخليه قريت فيها عامين صافي. جيت عشت مع الوالده ديالي، ديك السنه اللي غنعيش مع الوالده ديالي هي مرض فيها، اكتشفت ان عندها ذاك المرض الخايف، مرض السرطان مع المسلمين الله يرحمها في هذا النار صافي. بقات كتعاني مسكينه وانا كنشوف فيها كتعاني، كدير ديك الساعه السونطر، عامين ديال السونطر كنجي من السونطر كنلقاها مسكينه موجوده ليها كلش وهي مريضه صافي. جاو واحد النار ديتها خالتي، بقات كتبات عندها حيت مسكينه ما قد ما بحال الجيران مساكن تما كانوا دايرين فيها واحد الخير، لكن بزاف بقات كتحمل كتحمل السبيطار، ما عندهاش المصاريف كيطلبوا لها فلوس صافي. بدات خالتي بحال هكا حتى واحد النهار انا قاري ديك الساعه بالنهار الجمعه كنت في السونتر، كتعيط لي خالتي كتقول لي الوالده ديالك زاد عليها الحال صافي. بحال حاجه كاينه مشيت انا تقول لي خالتك الوالده ديالك توفات صافي. من تما بحال ما باش حسيتي فديك اللحظه بعد الحياه كتبدل عليك، صعيبه بزاف تعيش بلا ام. ملي كانت معايا راه كنت بخير، كان كلشي بخير صافي. مشات من تما حياتي تبدلات صافي. بقيت عايش هنا مع تا جرات عليا دابا مولا الدار كتقول، قالت لي زعما راه ميمكنش تعيش مع البنات و ما قايش جد باش نخلص لها الكرا. كنت كنخلص لها ايامات الاولى ملي كانوا كيصيفطوا لي الجمعيه، ملي كنت كنقرا في السونتر كيصيفطوا لي واحد محل صافي باش كناكل وكنصير كنخلص لها الكرا صافي. هاد الايامات ما بقاش، جات كورونا صافي بلا غالب، ما عنديش باش نخلص كافيه مع راسي صافي. وصلنا لهاد الحاله الناس كاع متوقعين. كي دايره حياتك اليوم؟ كيتعرضوا لقيتي الشماكري في الليل كيتهجموا عليك انت؟ بحال الدراري مساكن ولا الدرب كيجيبوا لي الماكله، الا لقيت شي واحد كيجيب لي الدري مسكين مشي والدو واش عنده البارح. اما الحياه راه باش تكون عايش واحد الحياه سعيده وكلشي كتلقى الزنقه راه اي حاجه غتوقع. قبل ما نكملوا نديروا رقم التليفون ديالك، الناس بزاف كيسولوا عليه. شحال خصك التليفون؟ صفر ست، صفر جوج، صفر ستة، حداش، ثلاثة وستين. رقم التليفون ديال أيوب اللي بغى يساعدو، مساهمين الله يجزيكم بألف خير، لأن حالته حالة مأساوية جدا. وهذا راه فيه لولدنا وفيه خونا، ميمكنش نشوفوه ولا نخليوه في هاد الحالة من بعد ما توفات الأم ديالو وتوفى الاب ديالو، ولا كيعيش غير في الزنقه. هانتوما فين كيعيش؟ غير في واحد المكان
مهجور كله خلا، يعني يقدر اي واحد يجي يتعرض ليه في الليل، يقدر يتعرض للاغتصاب، يتعرض للقتل، يتعرض لبزاف ديال الحوايج. فما نخليو هذا الولد يضيع هكا، نقدروا نشوفوا يعني مستقبلا من الشباب اللي يكونوا في المستقبل شي حاجه، لانه ولد نقي ولد دارهم، يعني ماشي شي واحد ولد الزنقه اللي غيقدر يخرج الزنقه يسكر كمي يدير اي حاجه، ما غيتسوق حتى شي حاجه. بالعكس هذا الوليد دار السونتر ديالو، غادي نناقشوا معاه من بعد. فقط رقم التليفون ديالو هو 0602-06-63، عاود الرقم 0602-06-63. واخا ايوب تالي قريتي السونتر، شنو درتي التخصص ديالك؟ كدير طولوري، ولكن انا ما كنتش باغي ديك المهنه لحقاش كان الجمعيه كترفض عليك واحد القوانين، كانوا يدفعوا لي فسطات صافي. كنت دير الكتريسيتي، تما ما عجبنيش الحال، سكاري بحال هكا بوحدي وكتبقى لك واحد المنحه، والدراري ديال تما بحال ما كنتش كنعرفهم صافي. وكتوحشت الوالده حيت اصلا ما كنتش عايش معها حياتي بحالها، حياه كامله معيش مع امك، راه صعيبه شويه تجي تعيش معها عاد باش كنشوف قليله تبقى كتهضر وتبكي ايوب، وعندك التصويرات ما محيدهاش. ولدي ما تصور هذه الوالده معايا، علاش نعيد؟ هي الوالده الله يرحمها، كنطلب من جميع اي مواطن باقي عند امه يتهلا فيها. اي راه ما نكذب عليك، ما حتى واحد ما غيعقل عليك، راه ما كاينش اللي غيشوفك من غير مو يمسك. ما عندكش العائلة أيوب؟ ما كيسولش حتى حد؟ لا عندي العائلة، ولكن راه كل واحد بعلم كافي مع راس. أجاو البارع نيت، ولكن ما حتى واحد ما واخا يهزوك شعر قدو يهزك، غيهزك نهار يومين يقول لك أنا راه خصني نسحب من المسؤولية ديال ولادي وبناتي. كانت الوالدة مسكينة هي اللي موفرة كل شيء، دايرة عليا المستحيل، خدامة الله يرحمها في هاد النهار. يا ربي امين. شنو وقع لك في رجيلاتك اللي تجرحوك؟ عكم تحت تبعوك شي شفار ياك ولا شنو كري هنا؟ كان تابعني واحد خويا صافي بحال هكا نزل، قال لنا كانت نيت تنفخات ليا هاد البلاصه، طحت من هنا. التليفون اللي كان عندي راه داو ليا. كيفاش كتشوف حياتك؟ شنو كنتي كتمنى ملي كنتي صغير؟ شفنا الصوره ديالك انت والام ديالك، فقط نوريها للناس، انت والام ديالك. شنو كان الحلم ديالك ايوب؟ ما كان الحلم ديالي نجي نعيش مع الوالده، نعوض ليها بزاف العقل، نكون حياتي. داكشي اللي مسكينه دارتو على قبل نعوضو لها، ولكن ما كتبش ربي كتب لينا هذه الحياه، وكان ديما كنقولوا الحمد لله. واليوم كيفاش كتشوف الحياه؟ كلشي تسد من... كتشوف كلشي تسد، والو اش غدير؟ ما بحال الزنقه هي اللي قابله عليك، شكون اللي غيشوف فيك؟ ما كاينش اللي غيشوف فيك. خايف على راسك شي نهار طرا لك شي مصيبه هنا؟ تخاف على راسك، راه تقدر في اي لحظه تتعرض لشي حاجه. هي بزاف د الحوايج، راه الزنقه هذه اي حاجه تقدر توقع. واخا اش كتمنى اليوم ايوب من قلبك؟ كنتمنى من الناس المحسنين من جلالة الملك إلا كان كيشوف شي دويرة نسكن فيها ولا شي بيت، ما بقاش متشرد بحالك. باغي أنا ندير مستقبلي، باقي باغي نشوف القدام، باقي باغي نعيش حياتي. إذا مشاهدينا كيف ما كتشوفوا قصة بصح كتبكي، وتا الناس يعني غير الجيران اللي حداه كلشي كيبكي، والحمد لله مساكن كيكونوا معاه في الوقت اللي كيقدروا اللي كتسمح لهم الظروف. كيف ما كتشوفوا صعيب اننا نشوفوا مأساة شاب يعني في مقتبل العمر 23 سنه، مازال صغير، مازال مستقبل قدامه، كيعيش التشرد وبوحديته، يعني دري نقي عايش في الزنقه وفي مكان اللي مهجور، اللي صعيب بزاف، صعيب بزاف انكم تخيلوا البلاصه اللي عايش فيها. يعني هالبلاصه اللي عايش فيها كيبات بوحديته هنايا، وتا هو كيتمنى انه يحقق ولو جزء من داكشي اللي كان كيحلم به وهو صغير. فكنتمنى من الله عز وجل انه يسخر ليه محسنين في الطريق ديالو باش ان شاء الله تعالى يساعدو. رقم التليفون ديالو هو 0602-06-61-63.
نعاود الرقم 0602-06-11-63. أيوب محتاج ليكم اليوم أنكم تعاونوه وتوقفوا معاه. أيوب محتاج حتى هو تكون عنده واخا غرفة فيها غير ناموسية ويجلس حتى هو ويقرا ويكون مستقبله ومستقبل اللي يدير وليدات ويدير حياة. أيوب محتاج الحنان ديال المغاربة، لأنه فقد حنان الأم، فقد حنان الأب. يعني هاد الولد ما غيحس بيه غير اللي مجرب داك الشيء اللي يعيشه هو، وهو اللي عارف وحاس بالأزمات النفسية اللي عنده لداخل، لأنه ماشي مستاهل أنك تكبر في جمعية وتلقى الأب بعيد وتلقى الأم خدامة باش تقدر تعيش، كنت كبرتي غير في الجمعية، ومن ترجع الأم ديالك تصاب بمرض السرطان وتبقى كتعاني في الأخير. يعني تقربتي تجي عندها وتجلس معاها وتعوض لها القليل من هادشي دوزات معاها كيف قدها، وما سخاش بها، وكل نهار تصويرتها معاه ومرافقاه وروحها أكيد معاه. فكنت من الله عز وجل أنه ينزل على الرحمة. ودموعك أيوب خويا غالي، إن شاء الله ربي تعالى غادي يسخر لك محسنين اللي غيعاونوك. كنتمنى وكيف ما نشدتي الملك محمد السادس لملك الشعب ودائما مع الفقراء، نتمنى أن النداء يوصل ليه أو يوصل الناس مسؤولين، باش إن شاء الله تعالى يلقاو لك شي مكان اللي تسكن فيه، شي مدرسة أو شي سنتر تكمل فيه القراية ديالك وتخدم وما تضيعش، لأن إن شاء الله تعالى فك عندك طموح وفك خير إن شاء الله، وغادي يكون الخير ان شاء الله باذن الله. ايوب شنو الكلمه اللي تبغي تقول للمحسنين والناس اللي كيبكيو معاك؟ كنشوف لي كومونتير كامل كلشي كيبكي معاك، كلشي متاثر بالقصه ديالك، شنو الرساله اللي تبغي توصل لهم؟ ان شاء الله يعاونوك ويكونوا معاك. الله يرحم الوالدين والله يسهل على الجميع، واللي عنده ميمته يتهلا فيها، واللي باقي عليه والديه يتهلا فيهم. هذه هي الكلمه اللي غنقول، الكلمه الاخيره. يا ربي امين. اذا مشاهدينا الكرام، رقم التليفون ديال ايوب هو 06-02-06-11-63. فين عندك شي صباع مهرس؟ لا شي صباعك مهرس؟ طحت من هنا يا هادي الشق وباقي ما لا ما مشيت للسبيطار، قالوا لي لابد خاصك فيه. يعني هو عنده الصباع ديالو مهرس وما لقاش حتى العلاج، يعني ابسط الحوايج العلاج ما كاينش. شخصي واش الوالده مسكينه كانت مريضه وكنت كنمشي معاها والو، العلاج في المغرب ما نكذبش عليك ما كاينش. كتشوف بنادم مسكين راه كاين الكثار منك ما لاقيش مسكين باش كاين، الحمد لله على كل حال. الحمد لله يا ربي. اذا مشاهدينا رقم التليفون ديال ايوب هو 0602-06-11-63. يا ربي تسخر لك ان شاء الله محسنين اللي وقفوا معاك ويكونوا معاك. الله يفرج عليك اخويا والله يدير لك اللي فيها الخير، وان شاء الله غادي يكون غير الخير. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم نتوما على المتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله في بث اخر.